مثلا بص والله انا كنت وقتها بگم نسل اون نسلی که شما میفرمایید نسل سومه، دهه سوم انقلاب، جوانانی مثل تو روتین سنی من 20 26 و نسل چهارم انقلاب، بچه های نوظهور، بچه های نوپا و یکی دیگه از بازتاب این تکنولوژی تو بنیان خانواده است که در این دهه بیشترین آمار طلاق و چه در حالا سوریه که من این چند روز پرسیدم و چه در ایران و چه در لبنان به عنوان جوامع شیعی بیشترین آمار طلاق ما تو این چند دهه داشتیم و یکی از علتهای طلاق تجمل خواهی بوده که از این رسانه یاد گرفتن، از کشورهای اروپایی باستابش بوده. اینو لطف کنید. کلامکم سلیم و مستفاد. اما بالنسبه للجیل الرابع، بالنسبه للجیل الثالث، اما بالنسبه للجیل الرابع كما تشير الدراسات بالاخص حسب دراساتي ومعلوماتي في سوريا وإيران وبالأخص في سوريا، نسبة الطلاق ونسبة تشتت العوائل في المجتمعات كثيرة، والتوقعات وعدم القناعة صارت كثيرة بسبب ما تبرز أو ما يبرز في الفضائيات. طبعاً باختصار هي عظيم والله. هلا صار قصة الطلاقات والزواجات هذه صارت اختصاص مولانا السيد، بس أنا الذي أعرفه أنني في هذه القاعة الشريفة أعطيت دكتوراه لبنت. قديش عمر الجيل اللي عم تحكوا عليه؟ ناس كده يسألون تعرفون وش عندنا إن شاء الله. ناس الشهرون بس دهه شهرون هر انقلاب. دهه شهر مثلا انقلاب ایران دهه شهرونش میشه بچه‌هایی که از 10 ساله. تحت العشر سنين. تحت العشر سنين. هاي البنت اللي اعطيناها دكتوراه عندك زينب 9 سنين عمرها. بنت زينب درقاهي. زينب درقاهي. درقاهي. مثلا اعطينا طفل اخر من قريتك من بلدتك الشريفه احمد فخرائي اعطينا لواحد دكتوراه ثاني طفل اخر علي رضا زادة. كلهم من هذا الجيل اخذوا عندي دكتوراه ابداع لانهم حفظوا القران الكريم قبل العاشره، ومنهم من حفظ نهج البلاغه او اقسام من نهج البلاغه قبل العاشره. هذا جيلي انا. هلا بتقول لي والله في هيك وهيك وهيك، صح، في كل مكان كان، في كل مكان كان جماعات فريق وفريق. في سورة الآية 16 من سورة الأعراف يقول أبو مرة لرب العز بيقول له لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني بمعنى أنه الإبليس بيتحرك في كل الأجواء، بس أهل الله عباد الله ليس له عليهم سلطان، ونحن نسر جدا نسر بهذا الجيل المتعلم. الجيل المتعلم لأنه يعني الجيل المتعلم رح يميز هو. تشکر از لطفتون. کاش میشد بفرمایید فقط نقش متبلیان فرهنگ و دینی هم الان یک اشاره کنید تو جهت دادن افکار عمومی. اینا که شما میفرمایید خاصن، خاص خیلی تک و توک تو هر بشه منطقه تو هر شهر یک نفر دو نفر نقش میده عمومیت و یک جهدهی عمومی آموزش و پرنش. ما دو العلماء والمفكرون والمتولون الدينيون بالنسبة لتوعية الأشخاص بشكل عام. أنتم تتكلمون عن أشخاص بشكل خاص، أفراد خاصة، أما ككل ما رأيكم؟ أنت ما دورهم؟ أولا دارس حقوق؟ حقوقكم دي؟ يكسنا عم بيتفلسف علينا كيف لو 4 سنين بس عظيم. يترجى بأن يصل لخدمتكم لتكميل بقية الأسئلة، ويتمنى بما أنه يسافر بعد غد إلى لبنان إن صح. ما عندي مشكلة أبدا، بعد صلاة الظهيرة نقيب الأشراف ولا أنت القضية.